في زمن يلعب فيه الوقت دور البطولة، فإن معظم الناس في سباق مع عقارب الساعة. ولكن إذا كان عملك يعتمد على الإنترنت، فالسرعة هنا ليست مطلوبة فقط لإنجاز العمل، لكنها قد تغير حياتك. وهناك دائما مشكلات تتعلق بسرعة الإنترنت تمنعنا من إنجاز أعمالنا أو حتى الاستمتاع بوقتنا، فدعونا نتعرف عليها وعلى طرق حلها. ماذا يمكن أن نفعل حتى ننظف أجهزتنا بشكل يسرع من عمل الإنترنت؟ إن كانت لديك خدمة الإنترنت السريعة في المنزل وكان الكثير من أفراد العائلة يستخدمونها، فسترى انخفاضا ملحوظا في سرعة الإنترنت للجميع. لذا عليك تخليص عدد المستخدمين من جهة، ومن جهة أخرى تحديث جهاز الكمبيوتر لديك للحصول على أعلى سرعة ممكنة، فهي العربة التي تسير على سكة شبكة الإنترنت وتحتاج دائما للتنشيط. ولذلك في البداية عليك مسح أي برامج أو معلومات لا تريدها، وأيضا استخدام أحدث برامج تصفح الإنترنت. ونصيحة أخرى، استخدام الإنترنت خلال النهار بدلا من فترة المساء. أما بالنسبة لمستخدم الإنترنت لاسلكيا، فعليه أن يكون قريبا من جهاز التوجيه، وكلما زاد عدد الجدران في بيتك قلت السرعة. جوجل كروم يتميز بسرعة إظهار الصفحة ومشاهدة الفيديو على يوتيوب، ولكن على المواقع المخصصة للرسومات المتحركة تقل سرعته. وعلى الرغم من شعبية إنترنت إكسبلورر الواسعة، إلا أنه ليس سريعا كما كان. كما أن متصفح فايرفوكس جيد، ولكن حينما تحتاج لإضافة بعض الأدوات والبرامج تنخفض السرعة. لذا أنصح باستخدام أي برنامج تصفح إنترنت عادي وعدم إضافة أي برامج أو أدوات أخرى عليه، فكلما قلت عدد البرامج المضافة زادت السرعة. بهذه الخطوات البسيطة تستطيعون زيادة سرعة الإنترنت الخاصة بكم، ما سيسهل عليكم كثيرا مواكبة زمن السرعة الذي نعيش فيه حاليا. أنتم أيضا إذا كانت لديكم أفكار أو مشكلات أو آراء، أرسلوها لنا على fortech@bbc.co.uk. إلى اللقاء.